عساه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي قدامك ورقه. قدامك ورقه. طب اقول مقادير الكوكيز. مقادير يا ولدي. اتنين ونص كوباية دقيق، كوب دقيق، واحد كوب زبدة، واحد كوب سكر بني، معلقة سكر بني، معلقتين سكر عادي. أيوة. أبيض. نعم. واحد كوب شوكولاتة قطع صغيرة، اتنين كيس فانيليا، رشة بيكنج باودر اللي هي كربوناتو، لا مش بيكنج باودر، كربونات صودا. أيوة. واتنين بيضة. واتنين بيضة. نقول تاني اتنين ونص كوب دقيق. طب حط بقى اتنين ونص هم دول. طب استنى، مش دول اللي بيحطوا الأول؟ هم دول اللي بيحطوا الأول. لخبط لك الدنيا. لا مش فاهم بس حاجة. ممكن تنفجر ولا ايه؟ لا يعني هنعلم الناس غلط؟ لا عيب. سيبك يا استاذ مجدي، استاذ مجدي بيوقعنا في الغلط. لا مش بيوقعنا في الغلط. انا عارف. ده مخرج بقى وقال لك الدقيق حطه وبعدين نفقش البيض. ايه؟ لحظة انفجار الكوكيز. وبعدين نفقش البيض. فقشنا البيض. ايوه. اهو. مش عارفة هيطلع اومليت فين ولا ايه؟ وبعدين يا استاذ مجدي. اومليت مسكر. وبعدين يا استاذ مجدي. طب يا باشا وبعدين؟ ده انت صاحبي. حطينا ايه؟ كربونات الصودا. والفانيليا. والفانيليا. هوبا ليسا. اديها بقى. طيب وخبطناها في بعض. وشوية زبدة. هدومك بقى حرام بقى. على فكره انت بايخ بجد، بايخ قوي يعني. انا متشكره قوي يا حسن طبعا، وانا شكرتك في الانترو وقلت ان الاستاذه امل الفخراني بعتت لك رساله بتشكرك قوي. لا على ايه؟ وبعدين لا بشكرها. بتسالك مين زوجة الفنان؟ لا خلاص هي مش عايزه. خلاص شكرا يا لو امل. انت لو انت عاوزه هنخليكي لحاجه اكبر شويه. لا أنا اتفضل شوية نسكويك. مين يا فندم؟ شوية ايه يا اخويا؟ نسكويك. نسكويك. شفت لغة إيه؟ لغة. لغة لغة. اتعلموا بقى. طب تعالى شوف في الآخر يطلع ايه يا حكم. ايه ده يا فندم؟ عشان في الآخر الخلطة هو هيطلع نفس ال الكوكيز يعني؟ الكوكيز اللي احنا عاملينه. بس هو طبعا ده في الآخر. حطينا السكر البني مع السكر الأبيض مع البيض مع نسكويك. صح يا حسن؟ صح يا استاذ. طب وانت تعب قلبي بالبتاع ده ليه؟ فين ده؟ صح. وضربناهم كويس قوي 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 لحد تقريبا السكر ما يدوب. صح؟ وترد عليا. ايوه يا استاذ. صح ولا ايه؟ صح يا استاذ. بصي ايوه انا مش عايزه طرطش عشان ما يطرطش. لا ده مش هيطرطش تلاقيش. احنا بندوب الكلام ده كله في بعضه. المفروض طبعا في العجان. بس احنا بنعمله يدوي عشان اللي ما عندوش عجان في البيت فيبدا ان هو ايه؟ احنا الحمد لله يعني ربنا يزيدنا يا رب ويبعد عننا العين. عجنات. عندنا كذا عجان بس احنا بنعمله يدوي عشان الناس ايه اللي ما عندهاش حاجه في البيت. طبعا سيد عمال يقول لي انت هتزهق نفسك ليه بتعمله في العجان؟ طب يا ابني اللي ما عندوش عجان. سيد متسرع. قال اللي ما عندهمش عجان ما يعملوش. قلت له طب يا سلام. انصري الواد ده. ليه كده يا سيد؟ انصري انصري. طب ده ايه؟ ده احنا هنعمل حاجه كده بالكيك البراوني. كيك البني بالكريم شانتيه بالمكسرات بالكلام ده كله. بص حضرتك احنا بعد ما عملنا الكلام ده هنحط قطع الشوكولاته. الشوكولاته اللي هي قطع اللي هي بتبقى حتت صغيره. ايوه. وبعدين نحط الدقيق شويه شويه. لا خد انت. لا ما انا ناقصه. هي مش ناقصه. والله ما ناقصه. انا بقول لك انت مش ناقصه. طب مش عارف. انا مش عارف يا استاذ مجدي. انا يعني الست دي تعبت معايا. ما كفايه بقى ده. اطفيه اطفيه. سيد يا سيد. ايه يا عم الصداع ده؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب. اخص عليك يا سوسو. ايه ليه كده؟ طب عجلنا ده كله في قلب بعضي. واخد بالك يا ساره ولا ايه؟ مش مركزه معانا. ده ساره اتسلت هي وفاطمه قاعدين مش عارف. انا بيلعبوا يعني. مش فاهم. خليهم يلعبوا شويه. ايه يعني يلعبوا؟ ماشي. على طول هيقعدوا يصوروا. صوروا صوروا شويه ويلعبوا شويه وكده يعني. ماشي. معانا الاستاذ اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مدام هالك؟ مساء الخير يا فندم، ممكن تعلوا لنا الصوت شويه يا جماعه بعد اذنكم؟ مساء الخير. مساء الهنا. لو سمحت بس انا بتكلم عشان في حاله انسانيه، يعني هو واحد عنده مرض نادر مش موجود يعني. اه. يعني عنده حاجه اسمها بروتين على الاعصاب مخليه عنده شلل تام، بيتحركش من مكانه. ايوه تمام. هو ملوش علاج في مصر خالص، ليه علاج في امريكا بس. اه. فانا بتصل لو في حد يقدر ان هو يسفره امريكا ويعالجه، يعني يا ريت. هو احنا مش محتاجين فلوس ولا بنعمله تبرعات ولا اي حاجه، هو الحمد لله من الناحيه الماديه دي احنا اصحابه قايمين بالموضوع ده، انما هو موضوع ان هو يسافر امريكا ده بس هو اللي صعب يعني علينا. اه بالنسبه للفيزا وكده بس هو ان هو يسافر يتعالج اصلا، كمان المصاريف بتاعت السفر وكده والعلاج هناك، هي مستشفى واحده بس اللي بتعالج الموضوع ده. ايوه يعني حضرتك بتقول ان انتوا مش محتاجين ماديا بس محتاجين نساعده ماديا. انا بتكلم ماديا على اللي هو مصاريف بيته وكده احنا اصحابه قايمين بيها. تمام. انما ان هو يتعالج بقى بره وكده ويسافر. طب والله استاذ اشرف احنا هنشوف لو في امكانيه لده ان احنا نناشد بقى وزاره الصحه انه يسافر على نفقه الدوله. تمام تمام. ربنا يسهل يا رب ان شاء الله. حاضر يا فندم حاضر، لانه طبعا المصاريف دي هتبقى جامده جدا يا جماعه، فاحنا فعلا عايزين نستضيف حد من وزاره الصحه اللي هم العلاج بالمجان او السفر للخارج للعلاج، فان شاء الله ربنا ييسر لنا الحال ونقدر نتواصل مع حد فيهم. حاضر. طيب دي بقى ايه؟ خلاص احنا عملنا العجينه زي ما حضرتك شايفه. اه عندك اللي عنده فورمه يعملها في فورمه. طب ما انا بقول لك حاجه يا حسن، ما البتاع الكيس ده اللي فيه بقى لسه فيه لسه كنت اقول لك. اه احنا ممكن نعملها بالكيس، ممكن نعملها يدوي في بايدينا، نبل ايدينا زيت هنعملها دلوقتي. اه بس هتفرش مننا تبقى كبيره زي دي، يعني احنا عاملينها في الفورمه اهي قبل الهواء بالشكل ده، وعملناها يدوي بالشكل ده. تمام. وهو طبعا ودي ايه دي دي اللي هي بتبقى الفورمه حضرتك دي بتاخد وقت شويه، احنا لكن نفس العجينه نفس العجينه احنا بنفردها. اه وعندنا قطاعه. اه اه تتقطع وبعدين تخش على السيليكون، تخش الفرن بتطلع بالشكل اللي حضرتك شايفاه. تمام. فاحنا بنعملها بلدي خالص، بنعملها بطريقه محترفه يعني بحيث ان كل واحد ما يتخضش بالامكانيات اللي الامكانيات الموجوده. طيب ايه بقى البراوني عامل فيه ايه؟ احنا ده حضرتك بقى اللي هتشتغلي فيه. انا كفايه عليا كده برضه هشتغل فيه انا خلاص. قول يا استاذ. عايز اعرف الكريم شانتيه ده يعني ما لازم لازم يا استاذ مجدي لازم تيجي عليا. لو ما دلعتش على استاذه هيل هتدلع على مين؟ احرجني لما كنت بس هو ما يعرفش. هو ما بتحرجش. اوعى. لا لا ده حد يعمل كده يا جماعه. لا 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 يا استاذ مجدي ده انا علمت عليك النهارده. ايوه ايوه خد بالك. اه عشان ايه كده تقول للمخرج؟ لا ما هو استاذ مجدي خدي بالك. آه. الا هاله يعني ممكن اسامحه في كل حاجه. طب اسكت اسكت. الا هاله اسكت اسكت. اه وبعدين ايه يعني هو صدق بحس الباب بيتخلع باب الاوضه ما بيخبطش لما حسن يجي بيخبط. خش يا حسن. يعني دخلت مخبرين مش دخلت شفاء كده. كان نفسي كان نفسي اطلع من شرطه مش ظابط. اعتبر نفسك امين شرطه مفيش اي حاجه. معانا فاطمه. الو الو. ايوه فاطمه مساء الخير مدام هاله. مساء الهنا. ازي حضرتك عامله ايه؟ والله الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله حبيبتي. ازي شيف حسن؟ ازيك يا استاذه فاطمه؟ ازي حضرتك عامل؟ تسلم ايدك على الحاجات الحلوه دي. ربنا يبارك لك. استاذه هاله اللي عاملاها مش انا. معلش يا مدام هاله بس عايزه اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي يا فندم. انا عندي واحده جارتي هم ثلاث بنات يوتما. ثلاث بنات؟ يوتما. اه. اه. وهي بتجهز اخواتها وكده وهم عرايس يعني. هم كام عروسه؟ ثلاثة. ثلاث عرايس. أيوة. طيب إحنا النهاردة حضرتك يعني لو تساعديهم بأي حاجة يعني. حاضر. إحنا التبرع اللي جانا لجهاز العرايس 3000 جنيه. فال 3000 جنيه هيتوزعوا على الإخوات إن شاء الله. حاضر.
هتسيبي حضرتك تليفونك نتواصل معاكي ولا معاهم؟ ولا معاهم عن طريقك؟ طيب ماشي اوكي. ماشي ماشي وانا بهنا. شكرا. لا العفو حبيبتي، تحت امرك امورينا. يا ابني ما تهبتش في الحاجه وانا بتكلم في التليفون، لا حول ولا قوه الا بالله. انت هتجنني؟ انت لسه ما اتجننتيش. مش عارفه. لا لا هو مش هيتعظ غير لما طلع له شهاده معامله الاطفال. اتفضلت.